وانضم إلينا الآن أيضا المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق. باشمهندس مدحت، بعد التحية، نتحدث عن إيجاد طاقة ونتحدث عن توفير طاقة وأن يكون هناك فائض في هذه الطاقة. أهمية هذه الأمور بالنسبة لأي بلد أيا كانت، ونحن الآن بالتأكيد نتحدث عن مصر، وأن الآن أصبح لدينا فائض في الطاقة في مجالات مختلفة. الطاقة بوجه عام، أهلا بك أولا ومبروك لمصر هذا الإنجازات الكبيرة اللي الشعب كله يشعر بها، واضحة جدا للعيان. الطاقة هي النقطة الأولى في تشغيل المصانع وتشغيل الحياة بوجه عام، فبدون الطاقة لن يكون هناك يعني حياة حديثة أو حياة طبيعية حديثة. نعم. الطاقة هي الأساس. مصر بتعتمد في الطاقة على مصادر متنوعة. المصدر الرئيسي أي نعم للطاقة في الوقت الحالي هو الطاقة الأحفورية، وهو البترول والغاز الطبيعي. يعتبر هو ده المؤشر الرئيسي، ولكن الآن الدولة تأخذ منظور آخر فإنتاج الطاقة بتحديثات حديثة، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة بأنواعها، سواء الطاقة الشمسية والطاقة الرياح وخلافه. ولكن النهاردة افتتاح مجمع ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. معناها الناس لازم تعرف لها معنى آخر غير المعنى الذي يقال. إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يوفر كثيرا من إنتاج من الاعتماد على الطاقة الأحفورية اللي هي الغاز الطبيعي أو السولار أو المازوت. وبالتالي هنا الطاقة دي طاقة نظيفة، تعتبر طاقة خضراء، تأثيراتها على البيئة مميزة جدا، لا تأثير على البيئة إطلاقا. فمعنى الاعتماد على مواردنا الطبيعية اللي هي الطاقة الشمسية اللي هي موجودة في الأراضي المصرية، اللي مصر بتتميز بهذا المناخ، المناخ المميز من ناحية اعتمادنا على إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. بالطبع ده يعني طفرة جديدة في توجه الدولة في الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة، خلافا على الاعتماد على الطاقة الأحفورية اللي احنا بنشهد في الوقت الحالي تغيرات سعرية ضخمة جدا ينوء العالم بتحملها في الوقت الحالي. زي ما بنشوف النهاردة أسعار النفط في العالم في التأرجح السعري ما بين الصعود والهبوط بهذا الشكل الكبير، طبعا تأثيرها على الاقتصاد القومي، تأثيرها على الدولة، تأثيرها على الدول العالم كلها، مؤثرة جدا على الأسعار العالمية والتضخم. النهاردة لما مصر بتتجه هذا التوجه في الاعتماد على مواردها الداخلية، أو زي ما احنا نقول اللي هي ثروتها الطبيعية اللي ربنا حبيها بيها من شمس مشرقة وخلافه وطاقة رياح، فده هيحل أزمات ضخمة جدا في المستقبل، ومصر بتتجه في الاتجاه الصحيح. وإن شاء الله المزيد من تلك المشروعات والاعتماد على هذه المصادر من الطاقة هيؤدي بمصر إلى خير كبير جدا في المستقبل. الموضوع ليس فقط اعتماد على طاقة دون أخرى، لكن دعني أيضا أتحدث مع حضرتك ونحن نتحدث عن أسبوع الصعيد، ويوم السبت الماضي كان هناك افتتاح لعدد من الطرق والكباري. هذه الطرق والكباري كيف تصب أيضا في توفير الطاقة؟ تسهيل حركة المرور بوجه عام، وده الهدف من المحاور ومن الكباري، تسهيل حركة المرور. معناها وفر كبير جدا في استهلاك الطاقة، خصوصا الطاقة الحرارية زي السولار والبنزين وخلافه. تلك المحاور قد لا يعي الكثيرون معنى تسهيل الحركة المرورية، لأن ممكن بالقياسات الدولية أثناء الأزمات المرورية والحشود المرورية السيارات بوجه عام بتستهلك ضعفي الطاقة المستهلكة من الوقود إذا ما كانت الحركة المرورية مسهلة وسهلة جدا. ده هيوفر كثيرا جدا في استهلاك الوقود بشكل عام.
خصوصا إذا ما كان هذا الوقود أيا كان هو تكلفته عالية جدا بالمقارنة بالمقارنة في المستقبل بتكلفة المشروعات المحورية اللي مصر بتقوم بيها. نعم. طيب نتحدث عن عدد كبير من الافتتاحات تتم في صعيد مصر الآن، كيف ترى هذه الافتتاحات عموما والتطوير الذي يحدث الآن؟ أنا بصفتي واحد من أبناء صعيد مصر محافظة هنا طبعا يعني ده اللي احنا بنشوفه ده بالنسبة للصعيد والأهل الصعيد وأهالينا في الصعيد، ده بيمثل ليهم حلم كانوا بيحلموا بيه ان تقوم مشروعات بهذا الشكل وبهذا الكيان بالاهتمام الدولة الكبير جدا بحياة كريمة ان هي تطبق بالحد الأقصى في صعيد مصر، ده حلم كان يعني انا كانوا حتى كان في حالة اهالي الصعيد واهالينا كانوا في حالة يأس ان احنا دائما في النسيان واخر ما تفكر فيه الدولة. النهاردة هم دلوقتي يشعروا بالفخر والاعتزاز بالنفس انهم ياخذوا يعني الاولويه في الوقت الحالي بعد هذا الاهمال الكبير اللي يعني عايشوه في فترات سابقه. النهارده اهالي الصعيد في سعاده كبيره جدا انهم يعني الامل كبير في وان تصبح الصعيد جاذبه لفرص العمل. بالظبط كده، وطبعا ده هيقلل الهجره الكبيره اللي من اهالي الصعيد الى المحافظات البحريه والى القاهره، وده هيشعر يعني يدي نوع من الاستقرار لاهالي الصعيد في بلدهم اللي هم بيحبوها جدا، ويعني اصولهم الجذريه يعني بينوءوا بيها عند الانتقال الى دوله اخرى او الى محافظه اخرى. نعم المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.